نبدأ الحلقة كده بشكل مبسط، نشرح للسادة المشاهدين يعني ايه مرض السكر. ببساطة شديدة، مرض السكر أولا هو مش هنقدر نقول إن في مرض اسمه مرض السكر، لكن هنقدر نقول إن في شركة الأمراض المتحدة ورئيس مجلس الإدارة بتاعتها السكر. يعني إيه؟ يعني هل السكر ده مرض أحادي بيأثر على شيء معين؟ لا، السكر بيأثر على كل حاجة في جسم الإنسان من أول شعر راسه لغاية ضفر رجليه، كل مكان في جسمك. وأكتر 3 أماكن بيتأثروا بالسكر هي العين، الكليتين، الأعصاب. مرض مقدرش إن أنا أقوله إن ده مرض بسيط وناخده ببساطة، لأن العالم كله النهارده بقى حاطط مرض السكر من الأمراض السياسية اللي حتى ابتدت الناحية السياسية تتدخل فيها لما له من خطورة كبيرة، وخطورة صحية وخطورة اقتصادية. لأن يعني هناك في أوروبا أو في أمريكا ما بيعتبروش إن المرض من الناحية المرضية بس، ولكن هو بيكلف الدولة قد إيه، بيكلف العيان قد إيه، العيان بيتأثر قد إيه. فابتدى المرض النهاردة بقى، لو تسمعي في لفظ دارج كده يقول لك الأمراض السارية، اللي هي دلوقتي بقت تخش جوه الوزارات وبين الحكومات وبين الدول وبعضيها. لما تعرفي إن مرض السكر على مستوى العالم النهارده رقم 485 مليون بني آدم على مستوى العالم مصابين بالسكر، والرقم ده من الأرقام اللي هي في ازدياد، يبقى لازم الدول المهتمة بصحة الإنسان تقف وقفة كبيرة. طب وبالنسبة لمصر يا دكتور، تقريبا هل في إحصائيات بتوضح الرقم الموجود في هو مصر؟ طبعا في شغل كتير دلوقتي الحق يتقال من وزارة الصحة ومن الجمعيات المسؤولة عن مرض السكر، ولكن من الحاجات اللي بتسئنا كدكاترة ان مصر من الدول اللي ترتيبها دلوقتي كان العاشر بقى الثامن على مستوى العالم في ازدياد نسبة السكر. كان يعني كان بيتقدم، بيتقدم مش مش بيتقدم، حاجة، يعني ده احنا حاجة سيئة بنتدهور. جدا. اه طبعا نسبة مرضى لا يعني السكر في مصر عالية جدا نتيجة اسباب يعني كتيرة كنا جدا. العاشر بقينا بقينا الثامن، احنا الثامن، بنتقدم في الإصابة بالمرض، بنتقدم في في السوق الإصابة بالمرض. اه بالمرض. اه بالظبط. ده مهم جدا. يبقى لازم من النهارده ان احنا كدكاتره كجهات اعلاميه لازم نقف وقفه للحد من خطوره مرض السكر. لو اقدر ان انا اكتشفه بدري يبقى كويس جدا جدا، لو اقدر ان انا اكتشفه قبل ما العيان يبقى مريض سكر اصلا يبقى خير وبركه، وده عمليه سهله ما هي صعبه. طب دكتور، مرض السكر ليه علاقة بالوراثة ولا لا؟ ليه علاقة بالوراثة، ليه علاقة بالتاريخ العائلي. كويس، لما بيكون الأب والأم عندهم نسبة سكر بيبقى فرصة حدوث السكر في الأولاد أكتر. كويس، ليها طبعا ليه الدور الوراثي، ليه دور الدور العائلي، ليه دور التغييرات في نمط الحياة. ليه احنا اتنقلنا من رقم 10 لرقم 8 بالنسبة للسكر؟ نمط الحياة في مصر اتغير تماما. حضرتك صحيح. انت حضرتك زمان لو كنت نرجع بالذاكرة لورا كان حتى الأطفال الصغيرين لعبهم كله جري، كورة، سباقات، ايه مش عارف ايه، عجل. دلوقتي لعبهم النهارده كله على كله الموبايل، بلاي 24 ستيشن، قاعدين ساعة. قدام التلفزيونات. حقيقي التيك اواي حضرتك لو كان على أيامنا كان ايه التيك اواي بالنسبة لنا؟ كان شيء مش موجود. النهارده التيك اواي والفاست فودز بطريقة تصنيعها في مصر صحيح. بقت مسؤولة جامدة جدا جدا. السمنة اللي بقت مفرطة النهاردة في أطفال كتير وفي أعمار قليلة دي بقت برضو ليها دور كبير جدا جدا. الحركة، ممارسة الرياضة، ما فيش حد بيمارس رياضة ويقول لك أصلي ما فيش، رغم إن الموضوع بسيط. أنت ممكن تمارس الرياضة بتاعتك في بيتك، يعني الموضوع ما بقاش صعب زي الأول. المريض السكر، أو لو أنا كدكتور عندي أسرة فيها مرضى سكر كتير، لو أنا أقدر كدكتور أسرة أو اللي هو بيقولوا بيسموني فاميلي دكتور أو دكتور الأسرة، إن أنا أقدر أحط بلان للأسرة دي والأسرة دي تساعدني إنها تنفذ البلان في الأكل وفي الشرب وفي التحاليل وفي الفحوصات، أعتقد بنسبة كبيرة جدا جدا حضرتك هقدر أقي بقية أفراد الأسرة إن يجيلهم سكر، أو إذا جالهم هكتشف بدري، أو إذا جالهم هتقي مضاعفاته فيما بعد.